الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف مصفوفة هيس، أو ما تسمى باللغة الإنجليزية هيشيان ماتريكس، هيشيان المحد المحددة، مقصود بأن لها حدود. مصفوفة هيس أو مصفوفة هيشيان المحددة، هيشيان بوردر ماتريكس، على بركة الله نبدأ. الآن يستخدم علماء الاقتصاد مصفوفة هيس أو هيشيان المحددة، خاصة الاقتصاد الجزئي والرياضي في التأكد من حالة الدالة عند نقطة حرجة critical point، ما هل وصلت الدالة إلى نهاية عظمى أم خلاف ذلك؟ هذا سؤال مهم جدا في الاقتصاد الرياضي والاقتصاد الجزئي، حتى بالاقتصاد الكلي إذا كانت المعلومات متوافرة عن المتغيرات الداخلة في العملية الرياضياتية. لنفترض الآن وجود دالة الإنتاج الآتية Q تساوي 10 في L K. L هي كمية العمالة و K هي كمية رأس المال. فلاحظوا لي هي من طراز كوب دوغلاس. لاحظوا أنه L في K مضروبات مع بعض البعض هنا، بمعنى آخر بأن الآن إذا استهلكنا صفر من يعني إذا كانت هي قيمتها صفر فإن Q تساوي صفر، وإذا L تساوي صفر معناته كل شيء يساوي صفر هنا. طبعا ما يعني بالحالة هاي بأن العمالة ورأس المال متغيران متممان complementary to each other. فإذا هذه دالة الإنتاج Q تساوي 10 في L في K. أجرة متوسط أجر العمالة أو معدل أجور العمالة هنا L تساوي W اللي هي W تساوي 4. إذا أجرة العمال أو العمالة W يساوي 4، هاي كلفة العمالة، وكلفة رأس المال هو سعر رأس المال R تساوي 2، وأن الكلفة الكلية اللي بتكون المنشأة مستعدة لتحملها total cost تساوي 200. إذا هذه الدالة Q تساوي 10 L في K، معدل أجور العمال أو الويج ريت W يساوي 4، رأس المال R اللي هو cost of capital R تساوي 2، والtotal cost الكلفة الكلية تساوي 200. كي نحسب أفضل كمية من L و K، أفضل كمية من العمالة ورأس المال التي تجعل Q كمية الدالة أعظم ما يمكن بأقل كلفة ممكنة بأقل توتال كلفة ممكنة، نصمم دالة لاغرانج كما يأتي. الآن هذه دالة لاغرانج، لاغرانج تساوي 10 اللي هي دالة Q، هذه 10 L في K زائد الآن هذا مضاعف لاغرانج لامدا مضروب في التوتال كوست مطروح من سعر العمالة في كمية العمالة، مطروح كمان من سعر رأس المال في كمية رأس المال. لاحظوا لها اللبيتين هنا هاي الكلفة، وبالتالي هنا صفر، لكن هذا الصفر له مفعول في اشتقاق يعني اللاحق بإذن الله. ثم نقوم باشتقاق التالي. إذن هذه دالة لاغرانج، لاغرانج تساوي 10 في L K زائد لامدا في 200 سالب 4 L سالب 2 K. الآن ما هي الاشتقاقات؟ الآن F sub L اللي هي marginal product of labor، المشتقة الجزئية الأولى نسبة إلى العمالة، تساوي partial Lagrange partial L وتساوي 10 في K. إذا اشتقينا هذا الجزء بالنسبة ل L يعني بصير عندي 10 في K، لأنه L تصبح واحد صحيح، وبالتالي 10 K ناقص الآن ما داخل القوس، في عندي هنا لامدا مضروب هذا صفر هذا صفر، بيبقى عندي سالب 4 في L، L تذهب واحد صحيح أو تصبح واحد صحيح بالاشتقاق، وبالتالي عندي سالب 4 لامدا. هاي نجعلها مساوية للصفر لأننا نريد أن نعظم الآن عملية الماكسيمايزيشن. المشتقة الآن الجزئية الأولى بالنسبة لرأس المال partial Lagrange partial K، اشتقينا هذه الدالة هنا هذه الدالة نسبة إلى K، وبالتالي تساوي 10 L سالب 2 لامدا تساوي صفر. السبب أنه يعني إحنا أين معدل التغير وصل إلى الصفر، أي لم تعد تتغير الدالة عندما اشتقيناها. الآن تساوي 10 لامدا سالب 2 10 L 10 ليبر يعني ناقص 2 لامدا تساوي صفر. والمشتقة الآن الجزئية بالنسبة للامدا تساوي partial Lagrange partial لامدا تساوي دالة التكاليف مطروح من بعضها بعض ل 200 سالب 4 L سالب 2 K تساوي صفر. الآن من هذه البيانات نريد أن نحسب ما هي الكمية الفضلة من L و K التي تجعل Q أعظم ما يمكن. هنا الآن الاشتقاق،
لاحظوا من المعادلة الأولى، من المعادلة الأولى 10 كي سالب 4 لامدا تساوي صفر، هنا 10 كي سالب 4 لامدا تساوي صفر، هذا يعني. وكذلك الآن من لاحظوا من المعادلة الثانية 10 ال ناقص 2 لامدا تساوي صفر، هذا يعني الآن هذه الكمية هنا 10 كي تساوي 4 لامدا، وهذا يعني إذا يعني هنا لاحظوا لي 10 كي تساوي 4 لامدا، إذا نقلنا إلى الطرف الأيمن سالب 4 لامدا، ما يعني بأن لامدا تساوي 2.5 كي. بالكيفية ذاتها الآن نقوم ب لأن نقل 2 لامدا إلى الطرف الأيمن هنا، وبالتالي 10 ال ناقص 2 لامدا تساوي صفر، هذا يعني أن لامدا تساوي 5 ال. الآن نحسب بيطلع عندي 2.5 كي هنا، لأنها لامدا هذه تساوي هذه الكمية، واللامدا تساوي الكمية، معنى ذلك بأن هذه الكمية تساوي هذه الكمية، إذا 2.5 كي تساوي 5 ال، معنى ذلك أن كي تساوي 2 ال. بالتعويض هنا عن أي واحدة منهم بقول لي بالحالة ال ستار تساوي 25 وكي ستار تساوي 50، أي أن التوليفة من العمالة اللي 25 وحدة عمل و50 وحدة رأس مال تجعل الإنتاج أعظم ما يمكن. هنا الآن نمثلها بيانيا، ذولي على المحور الأفقي كميات العمالة، على المحور العمودي كميات رأس المال، هذا البجت كونسترينت اللي هو قيد الدخل قيد التكاليف كوست كونسترينت. هنا أكبر كمية يمكن شراءها من قبل المنشأة إذا كان سعر العمالة هنا 4، لاحظوا لي 200 على 4 وتكون الكمية هاي 50، وأقصى كمية يمكن شراء من رأس المال 200 على 2 هنا، لاحظوا لي بتساوي 100. إذن هذا البجت كونسترينت، فلأنه الآن المنشأة ستختار 25 وحدة من الليبر و50 وحدة من الكابيتال، بكون بالحالة هاي الايسو كوانت هنا، هاي الايسو كوانت هنا نقطة التماس بتقول لي انه التوليف 25 و50 25 من الليبر والكابيتال 50 الكيو، اذا عوضنا الان 25 و 50 في دالة الانتاج هنا تعطيني كمية الانتاج 12500، 10 ضرب 25 ضرب 50 بعطوني 12500. الان كيف يمكن لنا ان نتأكد بان هذه فعلا أعظم كمية يمكن إنتاجها بهذه التوليفة؟ سنستخدم مصفوفة هيس أو الهيشيان ماتريكس للتأكد من ذلك كما يلي. الآن من أجل تصميم مصفوفة هيس أو الهيشيان ماتريكس لابد من حساب المشتقات الآتية من الدالة هذه، من هذه الدالة المشتقات الآتية. المشتق الأول حسبناها، هذا يعني الآن إذا اشتقينا نفس الدالة بالنسبة للليبر يعني صار في عندي المشتق الجزئية الثانية من هنا للليبر تساوي صفر، وعندي المشتقة الجزئية التقاطعية الأولى تساوي 10، يعني اشتقينا هذه الآن بالنسبة للليبر طلع صفر، واشتقيناها بالنسبة للكابيتال طلعت 10. نأتي على الاشتقاق الآخر، هذه الآن F sub K كما حسبناها قبل قليل، margin product of labor هنا margin product capital تساوي 10 L سالب 2 لامدا، هذا يعني انه اذا اشتقينا هذه الدالة بالنسبة للكابيتال تعطينا صفرا، لكن اشتقيناها بالنسبة لل تعطينا 10. اذا هاي لاحظوا لي انه حصلنا على صفر وعشرة، صفر وعشرة. واخيرا الان اذا اشتقينا بالنسبة للامدة طلعت هذه، الان سنشتق مرة ثانية بالنسبة للامدة لكن لل ثم لك، فهنا بالنسبة لنا F L L العفوا F لامدا لامدا تساوي صفر، فعلا إذا اشتقينا هذه بالنسبة لامدا تصبح لا تعيش لامدا تساوي صفر، أما إذا اشتقيناها بالنسبة ل L تعطين سالب 4، وإذا اشتقيناها بالنسبة ل K تعطين سالب 2. هاي البيانات اللي أنا بحاجة إلها الآن حتى أصمم مصفوفة هيشيان 10 و10 و0 و2. لاحظوا الآن هنا مصفوفة هيشيان، هذه مصفوفة هيشيان، هيشيان H اختصار لهيشيان بنحط عليه بار بس لنميزها، تساوي هذه الآن. لاحظوا لي دائما وأبدا العنصر الأول اللي جاي في أقصى الشمال الغربي بيكون دائما صفر. هنا نضع المشتقة الجزئية الأولى بالنسبة يعني لل بالنسبة للامدا، وهنا ذكيل بالنسبة للامدا، هذه الآن لاحظوا لي هنا تشبه هذه بالاشتقاق، وهذه تشبه هذه بالاشتقاق. هنا المشتقات الجزئية الثانية هذه وهون مشتقة التقاطعية الأولى ومشتقة التقاطعية الأولى. هنا الآن أريد أن أبين بأن هذا
هذه الآن الصف الأول والعمود الأول هي ما تسمى الحدود، هذا هو الحد أو الحدود، وهذا الحدود لذلك سميت bordered matrix هيشن أو مصفوفة هيشن أو هيشن المحددة، لأنها هيشن bordered matrix هذا حدها. حد ماذا؟ حد المشتقات الجزئية الأولى والثانية بالنسبة للبيانات هذه. فلاحظوا لي على المحور أو على القطر الرئيسي صفر، ثم المشتقة الثانية المشتقة الثانية بالنسبة للألوكية، وهنا المشتقات التقاطعية. كيف يمكن لنا الآن أن نعوض عنها؟ طبعا هذه الحدود ثاني مرة هنا متماثلة، أرجو أن الانتباه بأن حول القطر الرئيسي هناك تماثل، هذه تشبه هذه، هذه تشبه هذه، هذه تشبه هذه، مهم جدا. هذه الآن أظن هنا الآن صفر دائما زي ما قلت لكم، سالب أربعة منين أتيت بسالب أربعة؟ هنا F اللامدة، هذه F اللامدة سالب أربعة، بما أنه المشتقة نفسها تقاطعي تشبه بعض البعض، وبالتالي هنا تماثل سالب أربعة سالب أربعة. ثم الآن F K لامدة تساوي سالب اثنين، هنا سالب اثنين هنا سالب اثنين لأنها متماثلة. طبعا المشتقات الجزئية الثانية صفر صفر، والعشرة هي المشتقة التقاطعية ال ك و ك المتشابهات عشرة وعشرة. الآن كل ما نريد أن نعرفه بعد أن وضعنا الآن البيانات والعناصر داخل المحددة، عفوا المصفوفة، نريد أن نحسب محددتها. إذا كانت قيمة المحددة أكبر من صفر، معنى ذلك بأن الدالة وصلت إلى نهاية عظمى. ما الذي حدث الآن؟ بعد حسبناها على إكسل، نظام إكسل، طلعت 160 وهي أكبر من صفر، ما يعني بأن التوليفة L ستار لي 25 و K ستار 50. بمعنى آخر عندما توظف المنشأة 25 وحدة عمل و50 وحدة كابيتال تجعل الإنتاج أعظم ما يمكن. لو زدنا هذا أو نقصناها شو مكان، فإن كمية الإنتاج ستنخفض لا محال. ننتقل الآن إلى مثال آخر، مثال آخر الآن نفترض وجود دالة المنفعة، لأنه نفس المبادئ، المبادئ ستنطبق على الدالة. وافترضنا الآن بأن دالة المنفعة كذلك الأمر كوب دوغلاس يوتيليتي فانكشن تساوي 4 في X في Y. X هي الكمية، لاحظوا أي أن منفعة تعتمد على السرعتين X و Y، وأن سعر X هو price of X يساوي 6، سعر Y price of Y يساوي 8، دخل المستهلك يساوي 48. لاحظوا كذلك الأمر بأن إذا استهلكنا صفر من Y فإن اليوتيليتي يساوي صفر، وإذا استهلكنا صفر من X فإن اليوتيليتي أو المنفعة تصبح صفرا. وبالتالي هذا يعني بأن السلعتين X و Y متممتان، complementary to each other. الآن نقوم باشتقاق كي نحسب أفضل كمية من X و Y التي تجعل U المنفعة أعظم ما يمكن خضوعا لقيد الدخل. هنا نصمم دالة لاغرانج كمان، هذه دالة لاغرانج، لاغرانج يساوي 4X Y زائد لامدا، حطينا الكوست هنا بعد ما طرحنا، يعني هنا التوتال كوست 48 سالب سعر اكس في كميه اكس سالب 8 اللي هو سعر واي في كميه واي. نقوم بالاشتقاقات الان المعتاده، اللي هي مشتقه اللي هي مارجن يوتيليتي اوف اكس تساوي اف سب اكس تساوي بارشل لاجرانج بارشل اكس تساوي 4 واي سالب 6 لامدا هنا تساوي صفرا، وهنا الان مارجن يوتيليتي اوف واي تساوي اف سب واي تساوي partial Lagrange partial y تساوي 4x سالب 8 لاند تساوي 0، واخيرا f sub lambda تساوي partial Lagrange partial lambda تساوي 48 اللي هو cost function، لكنه مطروح ببعض البعض 48 سالب 6x سالب 8y يساوي 0. من هذه البيانات الان نشتق ما يلي. الان لاحظوا لي هنا 4y سالب 6 لاند تساوي 0 وضعناها هنا، هذا يعني طبعا كمان هنا 4x سالب 8 لامدا تساوي 0، ما يعني الآن بأن 4y سالب 6 لامدا هنا لما بنسويها يعني تساويها، هنا نقلنا هذه للطرف الأيمن فأصبحت الآن 4y تساوي 6 لامدا، معنى ذلك لامدا تساوي ثلثين، يعني 4 على 6 من y، هاي مهم جدا. والآن من هذه عندما نقلنا سالب 8 لامدا إلى الطرف الأيمن تصبح 4 أكس تساوي 8 لامدا، إذن لامدا تساوي نصف أكس. بما أنه لامدا تساوي هذه الكمية ثلثين واي ولامدا تساوي نصف أكس، إذن ثلثين واي تساوي نصف أكس، هذه نصف أكس تساوي ثلثين واي، معنى ذلك بأن واي تساوي ثلاثة أربع أكس.
بالتعويض الآن هنا بدل واي بنضع 3 4 اكس بعطيني بالحالة هاي التوليف الفضلة اللي هي المستهلك يجب أن يستهلك فقط أو يشتري بال 48 المتوفرات له كإنكم أو دخل 4 وحدات من اكس وثلاثة وحدات أو ثلاث وحدات من واي. وكيف يمكن تمثيلها بيانيا الآن على اكس واي بحور الأفق والعمودي؟ هذا البادجت كونسترينت اللي قيد الدخل، هي 8 أقصى كمية يمكن شرائها. لاحظوا لي 48 قسمنا على سعر اكس بيعطيني 8، لأنه 8 في 6 يساوي 48، وأقصى كمية يمكن شرائها من واي تساوي 48 مقسم على 8 يساوي 6. إذا هذا البادجت كونسترينت. لكن بتقول لي هنا نقطة التماس حدت هنا اللي هي مقابل اكس يساوي 4 وواي يساوي 3، إذا هذه 4 و3 الكمية التي تجعل المنفعة أعظم ما يمكن، والمنفعة بتكون تساوي إذا عوضنا في دالة المنفعة هنا 4 في 4 في 3 تساوي 48 أقصى كمية منفعة. كيف يمكن لنا أن نتأكد من ذلك؟ الآن بتصميم ما يسمى مصفوفة هيشيان أو مصفوفة هيس، هيشيان بوردر ماتريكس. كيف؟ ننتقل الآن على الشريحة الأخيرة. الآن من أجل تصميم مصفوفة هيس أو هيشيان لابد من حساب المشتقات الآتي، هذه الآن من طبعا دالة لاجرانج التي صممناها. الآن هذه المشتقات مارجن ريتشيف اكس تساوي اف سب اكس تساوي بارشل لاجرانج بارشل اكس تساوي 4، اشتقناها قبل قليل لكن عادة 4 واي سالب 6 اكس. هذا يعني إذا اشتقينا هذه بالنسبة لأكس تساوي صفرا، وإذا اشتقيناها بالنسبة لواي تساوي 4، يعني اشتقينا هذه الدالة الآن بالنسبة لواي تساوي 4. مارجن ريتشيف اوف واي بتقول لي هي اف سب واي تساوي بارشل لامدا بارشل واي تساوي 4 اكس سالب 8 واي من هون، حضر من هون 4 اكس اذا اشتقينا بالنسبة لواي سالب 8 لامدا تساوي صفر، اذا اشتقيناها الان بالنسبة لواي هذه تساوي صفرا، واذا اشتقيناها بالنسبة لاكس تساوي 4. اذا حصلنا الان على هذه البيانات الان، لاحظوا لي هنا اف اكس اكس صفر اف واي واي صفر، اف اكس واي تساوي 4 اف واي اكس تساوي 4، واخيرا الان اشتقاق بالنسبة للامدا هنا طلعت هذه الكوست فانكشن مطروح من بعض البعض 48 سالب 6 اكس سالب 8 واي تساوي صفرا، نشتقها مرة لأكس بالنسبة لواي، مرة بالنسبة لأكس ومرة بالنسبة لواي. هذه الآن طبعا F لامدا لامدا دائما تساوي صفرا، هنا F بالنسبة للامدا الآن اشتقاق بالنسبة عفوا لأكس هنا تساوي سالب 6، والاشتقاق بالنسبة لواي تساوي سالب 8. إذا البيانات كلها توافرت 0 0 4 4 وسالب 6 سالب 8. نضعها الآن في مصفوفة هيشيان، هذه الآن مصفوفة هيشيان، لاحظوا التماثل هنا 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 وهنا هنا، فهون الآن أصفار هنا وما دون ذلك الآن، ها طبعا البوردر لاحظوا لي هون هاي سميناها البوردر، هاي الآن المصفوفة صفر 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 على المحور أو على القطر الرئيسي سالب 6 اللي هي F Y لامدا، هاي F Y لامدا و F اكس لامدا، هنا اف اكس لامدا واف واي لامدا، وسالب 8 اللي هي اف واي لامدا عفوا هذه اف اكس لامدا، اف اكس لامدا وهذه اف اكس لامدا، اف واي لامدا سالب 8 اف واي لامدا سالب 8، واربعة هي اف اكس واي اف واي اكس متشابهات. عندما حسبنا الان محددة هذه المصفوفة نجد بانها تساوي عن نظام الاكسل حتى ما نوفر وقت تساوي 384 أكبر من صفر، ما يعني الآن بأن التوليف X star تساوي 4 و Y star تساوي 3 تجعل المنفعة أعظم ما يمكن. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع المهم جدا لكم أحبتي الطلبة، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.